جورنال في فاتا السلام عليكم. عواشر مبروكة. الحمد لله رمضان كريم للجميع المغاربة والمسلمين. الحمد لله لاعبين تدوزوا أجواء رمضانية يعني في أجواء عائلية مع العائلة ديالهم، ونتمنى وإن شاء الله تختموها إن شاء الله بالعبادة إن شاء الله وطولة العمر لجميع المسلمين، وإن شاء الله نوجدوا السنة المقبلة إن شاء الله بالكيفية المطلوبة باش نحققوا المبتغى ديال جميع مكونات فريق الوداد البيضاوي. رحيم، انا اب لجوج ديال الوليدات هنا في هذا النادي هذا، وتبارك الله يعني لقينا داكشي اللي كنا باغيين بالنسبه لوليداتنا، داكشي اللي بغاو لقاوه هنا. تبارك الله التنظيم مزيان والعمليه مزيانه، والاخوان راه كيشتغلوا زعما يديروا اكثر من جهدهم، والحمد لله نتمنى ان بحال هذه المبادرات يعني تكون مبادرات اخرى، وحنا كنتمنوا هذا الشيء هذا. وشكرا. بالنسبه للمدربين مزيانين مهلين في الوليدات، كل شيء مزيان بخير على خير، الله يرحم لهم الوالدين. هذا الشيء اللي كاين استاذ، الله يجازيك بخير، بارك الله فيك. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم زكريا الصامودي. الان الحمد لله بديت هاد تسمى بمشروع، ولكن مشروع في اطار نهوض بالاطفال. الحمد لله هذه مدرسه كره القدم، بديناها انا والسيد رضوان محمودي، من بعد دوزت واحد لي ديبلوم ديالي، بدينا في ديسمبر. الحمد لله عطات المفعول ديالها، كما نلاحظ بان الوليدات جاو عندنا بانهم تيزاولوش نهائيا كره القدم، ولكن الحمد لله تعلموا بحكم المعارف اللي عطاونا الناس، الله يجازيهم بخير. والحمد لله مكنا ذوك المعارف اللي عطيناهم الوليدات، والحمد لله تحسنوا، والحمد لله وليدات زادوا، والحمد لله اليوم درنا لهم واحد الحفل تكريمي بحضور جميع اللاعبين اللي سيماسوا في البطوله الوطنيه، وتنشكر الجميع والجميع اللي سهر على هذا الحفل، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه نهايه الموسم ديال 2014 2015، يعني كتصرف جمعيه النجاح للتنميه البشريه انها تكربت الوليدات، وبهذه المناسبه كنهنيو الاباء اولياء الوليدات على المشاركه في هذا الموسم هذا، واللي شرف كذلك الجمعيه ان بحضور لاعبين وازنين في كره القدم، يعني بالحسن في الميادين الرياضيه كسوفي العلودي كابراهيم النقاش، كان اللاعبين يعني يشكر اسمي، وكان يعني هذه بدايه، وان شاء الله في الموسم المقبل ان شاء الله تكون يعني البديله غتكون يعني المدرسه غتكون اكثر يعني اكثر هيكل بشكل يعني بهيكله جديده، برامج جديده وفوق جديده. معكم مهدي بوحياء لاعب فريق امجاد الحسنيه بهواش قسم الشرفي الثاني. اليوم جينا باش نضحكوا مع الدراري ونصلوا معهم صله الرحيم، وكل شيء دايز بخير الحمد لله، وكنتمنوا لهم الخير، وان شاء الله مستقبل زاهر الاطفال هذو، ان شاء الله هما اللي غنعتمدوا عليهم في الفريق الوطني ان شاء الله. الفريق اللي انت تنتمي ليه؟ الفريق اللي كنلعب فيه انا هو فريق امجاد الحسنيه. السلام. هاد المدربين اللي تيدربوا لنا هما والله ما داروا، تيدربوا مزيان الولاد وتيدربوا مزيان الولاد، وهما الولاد يخرجوا للزنقه وتيمنع لهم باهم يخرجوا للزنقه ويدربوا منا. ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا النهار الكريم ناخذ حفل جوائز، تصورنا مع اللعابه كاملين غادي نلعبوا ان شاء الله في رمضان جو حار. وشكرا.
بابا انت رمدي